أهلا وسهلا فيك منصور. أهلا وسهلا فيكم زملائي في الاستوديو، مواصلين حتى الساعة الأخيرة لتغطيتنا لاحتفالات أهالي القريات بالمركز الحضاري. الناس هنا فرحين حاضرين من ساعات الصباح الأولى للفعاليات، أقيمت العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية في هذا المركز. معي الآن رئيس بلدية القريات المهندس محن الشمري، نرحب فيك وكل عام الوطن بخير. حدثنا عن ماذا قمتم فيه اليوم من فعاليات بخصوص اليوم الوطني. مسي عليك أخوي منصور، ومسي على الأخوة المستمعين والمشاهدين والأخوة في الاستديو. بمناسبة هذا اليوم الوطني قالع قلوبنا، أرفع أسماعية التهاني والتبركات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد الله يحفظ الله، ولسيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سعود العهد، ولصاحب السمو الملك الأمير فيصل بن نواف، وإلى كافة الشعب السعودي. وفي هذه المناسبة في محافظة قريات نحتفل بهذا اليوم القالع على قلوبنا، 90 عاما من الأمن والأمان، 90 عاما من التنمية والازدهار، 90 عاما بأمن ورخاء لله الحمد، وهذا دل على الترابط وتلاحم الشعب مع القيادة. وش موعدين فيه أهل القريات اليوم وبكرة؟ أنا سمعت في شيء بكرة بعد. والله انت شايف اليوم ما شاء الله ازدحام المواطنين، ودلالة على تلاحم الشعب مع القيادة. بكرة ان شاء الله موعدين على فعاليات كثيرة، الدحة والعرضة، ايضا فعاليات الاطفال، ايضا جناح الاسر المنتجة، جناح ايضا جذري طمي 20 متر، ونرحب بالجميع، ولكن نحترم التباعد وكلبس الكمامات ونفرح بوطننا بحذر. أكيد، شكرا لك مهندس. احنا مواصلين تغطيتنا ومواصلين جوائزنا، معنا جوائز. عمر تفضل. عندي عمر، احنا بنوزع على هالبنوتات الجميلات المحتفلات باليوم الوطني ساعات من كارديال، وايضا تفضلي انت وعدتك، تعالي وانت وعدتك بعد الثانية. ابشروا كلكم تاخذون جوائز كلكم. تعالوا ها واصل، ها يلا خلاص. وزع تذاكر عمر، وزع تذاكر. طبعا الدحة الشمالية من الألعاب الشعبية المعروفة في شمال السعودية. الدحة هنا لهم فعاليات، فرقة الدحة فرقة القريات، والآن مع لون الدحة مع فرقة القريات. تفضلوا على طول حبايبنا، وبلعب معاهم حتى أنا. خذيتوا المايك حقي، يعطيكم العافية. شكرا على هذا الأداء الجميل. الاحتفالات والاحتفاءات مستمرة في القريات باليوم الوطني، وهنا على المسرح حفلة غنائية الآن، والآن احنا بنستمتع بالحفلات. وعودة لكم زملائي في الاستوديو.